هتقدري تعملي ده؟ جربي. أنا ممكن أعملها أحسن. أوه لا يا حبيبتي، أنت كويسة؟ إيه الشعور الغريب ده؟ حط إجري. ماما ده علشانك، هدية دي مني. واو قصة، إيه الشكل قلب؟ شكرا يا حبيبتي. ودي مني، شكرا بيبي. أوتش، ده كان مضحك صح يا ماما؟ أوه يا بناتي، مش بحس معاكم بالملل أبدا. العروسة بتراقبنا، ما تتحركيش. تتحركي. أوه لا لو سمحتي، مفيش ليزر النهاردة. إيه ده مش مضحك خالص. شكرا. تقريبا خلصت. انتي بتعملي ايه عندك؟ ما تبصيش. انا كمان ممكن اعمل ده. ماما يا ترى عجبك؟ اوه بناتي الحلوين، تصرف لطيف جدا منك. ماما كانت متحمسه جدا لدرجه انها ما اكتشفتش ان دي تاتوس. اهلا يا جماعه، اختي انا معايا هديه علشاني. شكرا جدا، لكن الاسود شكله احسن عليا. نعمل قطعه مسطحه من صلصال خفيف، هنقص دايره ونضغط على الاشكال باستخدام قوالب حلويات، نغطيهم بالوان اكريليك ونزينهم بشرايط لؤلؤ جليتر وترتر. نثبت مشبك شعر. أنا اشتغلت كتير قوي. بطة أم واك داكلين، ده مسلي جدا. وقتك خلص، اطلعي من الحمام. مش عايزة. طيب زي ما انت عايزة، خدي ده. ايه اللي بيحصل للمية؟ بتعرف تجري بسرعة لما بتحتاج لده؟ كل دي غلطتها. هاتي مخدتي، المخدة دي بتاعتي. هما ليه بيتخانقوا طول الوقت؟ ماما كفاية كده، اتفضلوا مصاصة كل واحدة. هنثبت أعواد خشب في قالب سيليكون، ندوب ايزومولت ونضيف له لون طعام، نصبه في القوالب ونسيبه يجمد. بيكونوا لطاف جدا من غير ما بتتخانقوا. أخيرا الدنيا هادية. يا ترى في حد باصص؟ أنا هسخن الترمومتر شوية. أوه أيوة أنا عندي حرارة. أختي ساعديني. أوه لا هرجع لك حالا. بطانية دافية، كوكيز وشاي سخن، المفروض إن ده يساعدك. أنا بحب أكون مريضة، أنا عندي برد وحش قوي. ساعديني. أوه لا أنا هساعدك، بس أوعي تعدي الحاجز. إيه؟ شكراً قوي. قبلة واحدة بس، مرطب شفايفي هينفع. هنطلع مرطب شفايف EOS برا العبوة، هنضيف له صبغة ميك اب، ندوبه ونصبه في الجريب ونسيبه يجمد. هنلون الجريب ونزينه بالسنون. دلوقتي أنا مستعدة لقبلة. أوه لأ أنا لازم أمشي. أنت ليه ماشي؟ إيه البيت الحلو ده؟ أنا فعلاً عايزة واحد، أتمنى حد يقدم لنا واحد. بيت عروسة؟ فهمت. الأم عملت مفاجأة للبنتين. واو هدية لينا. هي إيه؟ بيت عروسة. هنرسم سما على كرتون.
نضيف قاعدة كرتون وجوانب. نغطي الأرض فرو بينك وورق فوم أسود. هنثبت شجرة زينة في النص. نلزق سنون في ورق الفوم. نضيف حراس لابسين يونيفورمز لونها بينك ورمادي. لكن كله غلط، إحنا لازم نبدل. دلوقتي بقت ممتازة، الحراس والشجرة شكلهم حقيقي جداً. شكراً يا ماما، شكراً. بناتي بصوا عليهم وهم بيلعبوا، ده ممل قوي. يلا نبدل القناة. ابعدي ايدك عن الريموت. بصي، ها انا ببص على ايه؟ البطارية خلصت، مش مشكلة كبيرة، انا عارفة هجيب واحدة جديدة منين. اهو كده احسن بكتير. اختي انتي محتاجة بريك. دلوقتي بقت حلوة، ده علشاني. أنا جاهزة، يا ترى شكلي كويس؟ هحطلك أحلى دبوس. هنعمل دبوس مختلف من ورق فوم أسود. أنا شكلي هيكون أحلى بالدبوس ده. هنقص سحابة من ورق فوم ونلزق عليها حجرة راين. هنضيف دبوس ده ونعمل شوية دبابيس حلوة. تعالي يلا نفتح البيت. هاي، هي مامتكم فين؟ ماما؟ هاي بيبي، ده ليكي. يا بنات أنا هخرج مع مامتكم، خليكم مؤدبين، بحبكم. مش ممكن، إحنا مضطرين نفضل في البيت. أنا هعمل ماسك الوش بالخيار، ده مهدئ جداً للأعصاب. أنا هقلل توتري بالأكل. جميل، أنا معايا تاني. أو لأ، ده لا يحتمل. تاني؟ أختي، أنا لازم أعلمك درس. يا ترى في مشكلة؟ أنا هاخد دي. واو، دي العروسة اللي من اللعبة. أنا معجبة كبيرة، ممكن أتصور معاكي سيلفي؟ في حباية طلعلي هنا. دي مش مشكلة، لازم أغطيها. هنلف علبة بودرة بالفرو، نضيف لها ودان أنف وعيون. حلوة قوي، خلصنا. ابتسمي. شكرا. صباح الخير، اجري على الحمام. استني، الحمام ليا. فات الأوان، يا ترى هعمل إيه دلوقتي؟ دلوقتي اغسلي أسنانك. اطلعي حالا، قولي أيو. دلوقتي كلنا مع بعض، أنا فعلا محتاجة أدخل الحمام. تمرينات الصباح. حلوة قوي، دلوقتي ممكن تدخلي. خلاص ما بقتش محتاجة. أوبس، عروستي الجديدة جميلة قوي. أنا كمان عايزة واحدة، دي بتاعتي، هاتيها، أنا مش هسيبها. ماما، اتفضلي عروسة جديدة علشاني. هنقص قطع الزي من القماش، نستخدم بترول. نخيطهم في بعض باستخدام مكنة الخياطة. نقلبها على الناحية التانية. نلبسه للعروسة. هنضيف ماسك وشوز. هنعمل زي تاني بنفس الطريقة. دلوقتي انتوا الاتنين معاكم عرايس. واو، أنا عايزة العروسة دي. هما مش هيتعلموا أبداً يشاركوا مع بعض؟ دايماً أهلكم بيحبوكم مهما كنتوا هادين أو أشقياء.